إلى حد الآن تحديد أسباب الانفجار. المزيد في مراسلة لطه شعبان. في حدود الساعة 7 مساء وقع انفجار دفعة واحدة بمستودع خاص لتخزين قارورات غاز البيطان بحي أسامة بالمندوبية البلدية المقران بوهران. الحادث نجم عنه حريق كبير مس حتى البناية المجاورة وأحدث هلعا كبيرا وسط المواطنين. Il y avait des explosions. On a automatiquement le gaz, les gaz butane, c'est un peu normal. السلطات المحلية والحماية المدنية تنقلت فورا لعين المكان لتقديم يد المساعدة والتدخل المباشر لإخماد الحريق. هذا الحادث اللي أسفر عن وفاة يعني ضحية واحدة نقلت في حالة حرجة وللأسف الشديد أنها توفت على مستوى المستشفى. الآن احنا في عملية التبريد وكذلك الإزالة وحتى نتأكد من عدم وجود ضحايا أخرى. قارورات الغاز الآن تمكننا من إخراجها واحدة واحدة. لحد الآن اللي راهم محسوبين أكثر من 30 وحدة برا، وباقي قارورات الراي الآن نحاول نخرجوهم باش نتفادى حوادث أخرى. كما وضع رجال الحماية المدنية مخططا للتدخل بهدف توفير سلامة سكان البنايات المجاورة.